الحين بعلمك شلون تحركين السياره من وضعيه الوقوف، بس يبي لها تركيز لان سيارتي غير عادي. ابد زهلها، انا اتعلم بسرعه. اتدري يا عامر اول بالمدرسه كان يقولون عني ان انا صح كانوا يقولون عنك، حتى انا كانوا يقولون عني. اترك الحوارات الجانبيه، نبي الحين تركزين. ادعس الكلتش. وشو هذا ككش؟ الكلتش هذاك اللي بالزاويه هناك. ايوه ادعسي برجلس. تمام دعست. الحين ركزي معي، ابيس ترفعين الكلتش بنفس الوقت تدعسين بنزين في نفس الوقت كذا. ترى اذا تركتيه مره واحده تنتع السياره وتطفى. ما عاد اسوي كل هذا مره واحده، خلاص ما عاد ابي اسوق. يا بنت حلال دقيقه سهله، بس يبي لها وزنيه. يلا جربي حطي بالاول. وش الاول ذا؟ الاول هذا الجير حطي قدام. ايوه قدام هنا. يلا فك الكلتش شوي عشان ما تنتع. شوي. ادعسي بنزين. ايوه ادعسي. وش ذا الصوت؟ روح. يا سلام. خلاص امشي. ادعسي. خلاص الحين امشي. شفتي شلون سهله؟ أكيد بتمشي يعني تاقر. يما هيا تتوقف. وش فك البنزين. ارفع رجلس. وقفي. الصبات بعد الصبات. امشي قدام. مشيت. خلاص هنا وقفي. ما. الحين انت قد سكتي قبل؟ اي سكت، جدك الله يرحمه علمني بالبر. اي واضح انها سواقة بر. المهم الحين يبي لي اعلمك على سواقة المدن، اوكي؟ يلا ابي تركزين معي. يلا قدام. يلا. استني شوي. هلا بالعيال حبتين، اركض فتيتك. ول حتى الهجرة تغيرت يا اخوي. فلا يا بنت الحلال، بغيت تذبحين خلق الله؟ وش فيها سنتي؟ عادي بالحلال، خلنا اوزن الدعسه واوريك الحين شلون. اذا بغيتي تروحين يسار تدقين اشاره يسار، واذا بغيتي تروحين يمين تدقين اشاره يمين. هذه المساحات ما لها دخل هنا. هذه يسار. ايه يلا روح يسار. إيه؟ كذا المهم كذا. انت اذا بغيتي تلفين يسار تدقين اشاره يسار. ايه خلاص واضح. ايه واضح. ترى طفشت انا. خلاص ازهلها، بتعلم اليوم انا. يلا ركز. صرخ علي. خلاص. ما تعبتكم. اصبروا.